لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة الزمان، قائد فيلق القدس الإيراني في بغداد لبحث تشكيل الحكومة العراقية. في العرب اللندنية، وفد إيراني في بغداد لفك تناحر الأحزاب الشيعية على الزرف وبدائله. في صحيفة المدى، ساحات الاحتجاج تعلق على أنباء ترشيح الشاه بندر لن يمر. في صحيفة العالم العراقية، أربيل تعتذر عن استقبال الزرفي ودعم الحلبوسي مرهون بعدد الوزارات. في الشرق الأوسط، قصف إسرائيلي جديد يستهدف أطراف دمشق وقاعدة الشعيرات في حمص. في القدس العربي، وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حصيلة وفيات الصين. وفي العربي الجديد، ترامب أمام الولايات المتحدة أسبوعان مؤلمان جدا بسبب كورونا. السلام عليكم. قال صحيفة إنديبندنت عربية إنه بالتزامن مع حالة الانسداد السياسي وتفاقم الوضع الاقتصادي في العراق، تتزايد المؤشرات لاحتمال توجيه واشنطن ضربات عسكرية لمواقع تابعة للميليشيات الموالية لإيران، فيما تترقب الفصائل والقوى السياسية القريبة من إيران ما قد يحدث بعد إعادة تموضع القوات الأمريكية، في ظل تزايد التسريبات المتعلقة بضربات وشيكة قد تستهدف قادة للفصائل أو مخازن أسلحة. تفيد التسريبات أن القوات الأمريكية المتبقية ستتمركز في كل من قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة التاجي في بغداد، وقاعدة حرير في أربيل، فيما رجح مراقبون أن تصدر الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على بعض الشخصيات المرتبطة بإيران، فضلاً عن ضربات قد توجه إلى قادة الفصائل المسلحة في العراق. ومن المرجح أن يكون قرار إعادة التمركز وخروج القوات الأمريكية من عدد كبير من القواعد هو لتجنب أي صدامات أو قصف في حال أقدمت واشنطن على ضرب مواقع تابعة لتلك الفصائل. وتحدثت تقارير عدة عن توجيه البنتاغون بتصعيد العمليات العسكرية ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران في ظل مؤشرات إلى تحركات عسكرية أمريكية، ما دفع برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى إبداء قلقه من تلك التحركات، محذراً الطرفين سواء الفصائل المسلحة أم الولايات الأمريكية من أي استهدافات متبادلة. ولعل ما يدفع تلك الفصائل المسلحة للترقب هو أن إيران تحاول التخلص حتى لو ظاهرياً من الارتباط بها، إذ أعلنت طهران أنها غير مسؤولة عن الضربات الأخيرة التي طالت قواعد عسكرية أمريكية وأسفرت عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين. وتنقل الصحيفة عن بعض المراقبين أن الضربات الأمريكية المقبلة مرتبطة بحجم الاستفزاز من قبل الميليشيات للقوات الأمريكية الموجودة في القواعد العسكرية، مؤكدين أن استمرار الاستهداف يعني أننا سنشهد تصعيدا كبيرا جدا. ساد التفكير الساذج فترة طويلة لدى كثير من العراقيين لا سيما السياسيين في أن من الممكن أن تنسحب القوات الأمريكية نهائيا من العراق، وعزز ذلك تصريح يتضمن معنى الاشتراط للرئيس الأمريكي ترامب حين أشار إلى إمكانية الانسحاب، وأن البقاء العسكري في العراق ليس أبديا، وأتبع ذلك بشرط فاتح. يعني عبد السلام يتساءل في صحيفة الزمان، ما معنى نشر باتريوت في العراق بهذا التوقيت بالذات؟ في الأيام القليلة الأخيرة انسحب الأمريكيون من قواعد ثانوية لهم في العراق، وكانوا يقدمون من خلالها دعما مباشرا للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش، لكن إعادة الانتشار تجري بسرعة في قاعدتين، واحدة في الإقليم الكردي العراقي والثانية في عين الأسد بالأنبار. وحتى لو قل عدد تلك القوات، إلا أن قرار إنهاء وجودها غير متحقق مهما علت الأصوات هنا وهناك،
لأن هناك حسابات أمريكية استراتيجية تقع في وسطها الأزمات المتلاحقة مع إيران، وأضيفت لها أوضاع دولية جديدة ستفرضها مرحلة ما بعد فيروس كورونا في العالم، ولا يمكن أن تضحي أي قوة بمكتسباتها مقابل لا شيء وبسهولة أمام تنامي الترسيخ والثبات العسكري الروسي في الدولة المجاورة سوريا. في الساعات الأخيرة الماضية باشر الأمريكيون بتركيب ونشر منظومة الصواريخ الأمريكية باتريوت في العراق للمرة الأولى في تاريخ التعامل العسكري للولايات المتحدة مع هذا البلد. حتى في سنوات احتلاله المباشر لم تلجأ واشنطن إلى هذه الخطوة، وهذا بالمقياس العسكري منجز أمريكي جديد يتحقق تحت دعوات الحاجة لتوفير حماية للجنود الأمريكيين المنتشرين في العراق بعد أن عجزت الجهات الرسمية العراقية لتوفيرها، لا سيما بشأن منع القصف الصاروخي عليهم. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن نشر منظومة باتريوت الدفاعية في العراق يوحي بأن البقاء العسكري الأمريكي غير قصير الأجل، كما يوحي بتوقع تصعيد جديد عبر الحدود أو في الداخل العراقي. يحتاج العراقيون خصوصا وهم محاصرون بفيروس كورونا بعد أن حاصرهم وباء الطبقة السياسية على مدى 17 عاما إلى أن يضحكوا حينما يعلن عزة الشابندر بأنه الأوفر حظا للجلوس على كرسي رئاسة الوزراء. هذا ما تناوله علي حسين بمقاله في صحيفة المدى. صحيح أن عزة الشابندر متقلب، مرة يشتم حزب الدعوة ومرات يمجد إنجازات أمينه العام نوري المالكي، ومرة يسخر من صالح المطلق ثم تجده يتسامر معه ليلا في عمان، وهذه المرة يخرج علينا بتسجيل صوتي يريد أن يوهم العراقيين أن جميع الكتل السياسية لا تنام الليل من دون أن تطمئن عليه. وكان قبل هذا التاريخ قد أصر على أن يشوه احتجاجات الشباب وأن يفصح عن كراهية مستحكمة تدفعه للذهاب إلى أن تظاهرات تشرين تظاهرات بعثية، وأن هناك أجندات خارجية وهي التي تحرك الاحتجاجات. عزة الشابندر الذي يتحول في الأزمات إلى ماكنة متحركة لجمع الدولارات تراه في النهار يضحك مع أياد علاوي، وفي الظهر يتغدى عند تيار الحكمة، وفي المساء يتسامر مع حزب الدعوة، وبين الحين والآخر تجد ضيفا عزيزا على آل الكربولي، وفي أوقات الفراغ يحاول أن يظهر على الفضائيات ليمثل دور حكيم الأمة. كان الشابندر ولا يزال أحد الذين عزفوا على وتر حكومة المحاصصة الطائفية التي اكتشفنا فيما بعد أنها حكومة شراكة حقا، ولكن ليس في تحمل المسؤوليات وإنما في تقاسم الغنائم والمناصب والامتيازات. الكاتب يقول إنه لو كان عزة الشابندر جادا في محاولته للجلوس على كرسي رئاسة الوزراء فعليه النزول إلى ساحات الاحتجاج حتى يعرف هل سيأخذ المتظاهرون كلامه بجدية أم يعتبرونها نكتة على شاكلة نكات راعي التقدم عادل عبد المهدي. حذر موقع ميدل إيست آي البريطاني من انهيار قطاع الرعاية الصحية في العراق إذا استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع، ونقل الموقع عن أطباء عراقيين إن البنية التحتية المتداعية للرعاية الصحية يمكن أن تنهار بشكل كامل إذا ما سجلت إصابات بالفيروس التاجي مثل في أوروبا أو إيران المجاورة. الموقع يقول إنه بعد سنوات من الحرب والاضطرابات المدنية ومع انهيار أسعار النفط مما أدى إلى ضغط الموارد المحدودة، هناك مخاوف بشأن ما قد تجلبه الأسابيع القليلة المقبلة للعراق. ويضيف الموقع أنه على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها العمال لن يتمكن نظام الرعاية الصحية العراقي من تحمل ارتفاع حاد في الحالات. وأبلغت وزارة الصحة العراقية يوم الثلاثاء عن 694 حالة إصابة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة، مما يجعل البلاد ثاني أكبر عدد في الوفيات في المنطقة بعد إيران. ويشير الموقع إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في العراق
يبلغ حوالي 153 دولاراً للفرد سنوياً، وهو أقل من نصف إنفاق إيران المجاورة التي كانت تكافح بشدة لاحتواء الأزمة. وفقاً للأرقام التي جمعتها وزارة الصحة في عام 2018، كان لدى العراق 799 سريراً للعناية المركزة مقارنة بحوالي 4000 سرير في المملكة المتحدة، وهي دولة أقل من ضعف حجم العراق، وبلد شهد أيضاً نظام الرعاية الصحية فيه وهو يعاني من الإجهاد. الموقع يضيف أنه على الرغم من توفر الموارد لإدارة الكمية الحالية من العدو في العراق، إلا أن هناك مخاوف من أن يكون عدد المصابين أعلى بكثير، حيث تم اختبار نحو 2000 شخص فقط من أصل 40 مليون نسمة من سكان العراق. يتمنى جميع الناس لو أن فيروس كورونا لم يظهر في العالم أصلا، وأنه لم يسجل إصابات في سوريا كما كررت المصادر الرسمية هناك في الشق الثاني، قبل أن تعترف لاحقا بوجود حالة إصابة وافدة من الخارج. فاي السارة يقول في صحيفة الشرق الأوسط إنه لا يمكن الوثوق بما يقولون في دمشق، أو كما قال الشاعر السوري الراحل ممدوح عدوان ذات يوم في وصفهم، إنهم يكذبون حتى في نشرة الأنباء الجوية. السلطات السورية في مواجهة احتمالات الفيروس قامت بإجراءات وصفها الخبراء والعارفون أنها غير ذات معنى، وأنها أقل مما ينفع في مواجهة احتمالات الفيروس، والغالب فيها إجراءات إدارية دنيا لا تخلو من نفعية متسمين بالسلطة أكثر مما تتصل بالإجراءات التقنية والفنية المطلوبة. واقع الأمر كما يظهر في العاصمة سيء، والوضع في بقية المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أسوأ، والحال في المناطق السورية الأخرى الخاضعة لهيئة تحرير الشام في إدلب سيء هو الآخر. ففي هذه المناطق اتسمت إجراءات مواجهة كورونا بأنها غير ذات أهمية ولا مؤثرة، وهناك ضعف في القدرات المادية والصحية بشكل خاص بعد أن دمرت هجمات قوات الأسد وحلفائها الروس والإيرانيين أغلب المشافي والمراكز الصحية، وقتلت ودفعت للهجرة أغلب الكوادر الطبية وخاصة الأطباء، وهو ما تزامن مع وقف المساعدات الأممية والدولية للشمال السوري بسبب الهجمات على الشمال الغربي. وإذا كانت الإجراءات والإمكانيات السورية في مواجهة احتمالات الفيروس ضعيفة في كل المناطق السورية، فإن وقائع الحياة في سوريا تزيد الضعف ضعفا، وفي الوقائع ما يجعل البلاد كلها مرشحة لكارثة إنسانية فوق التصور إذا تسلل إليها الفيروس. وبحسب الكاتب فإن التكلفة البشرية التي يمكن أن تصيب سوريا في ظل الوضع الراهن في احتمالات كورونا أكبر من كل التصورات، وسوف تكون لها فواتير إضافية في جوانب أخرى لا سيما من الناحية الاقتصادية، بحيث تصير الكارثة شاملة ومتعددة المجالات. قال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مئات الآلاف من المسلمين الإيغور في منطقة شينجيانغ فيما تطلق عليه الصين معسكرات التلقين لا تتوفر عنها معلومات كافية، وأن أهلها يخشون من أن يؤدي أي إغلاق تام في المنطقة إلى دفع الكثيرين إلى الجوع. وأشارت الصحيفة إلى إعلان الحكومة الصينية أن المنطقة قد استأنفت مشروعات البناء الكبرى وعاد عمال حقول النفط للعمل، وبدأت مصانع الملابس تصنع الكمامات وغيرها من المشروعات. تظهر الصور والتقارير الرسمية أن الحياة في شينجيانغ تعود إلى طبيعتها بعد أكثر من شهر على إغلاق المنطقة إغلاقا تاما للسيطرة على فيروس كورونا، ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول شدة تفشي المرض في المنطقة التي وصفها المراسل بأنها متخلفة إلى حد كبير، وما إذا كان الإغلاق المحكم قد جعل من الصعب على بعض السكان البقاء أحياء. وذكرت الصحيفة أن الإحصاء الرسمي لحالات كورونا في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون و500 ألف نسمة هو 76 حالة و3 وفيات، لكن الإيغور الذين يعيشون في الخارج كانوا قلقين بشأن مصير ما يصل إلى مليون أو أكثر من الإيغور والكازاخ وأفراد الأقليات الأخرى ذات الأغلبية المسلمة
الذين كانوا محتجزين في شبكة مترامية الأطراف من معسكرات التلقين التي تقول الحكومة إنها ضرورية لمحاربة التطرف الديني. ومما زاد من قلق الإيغور الذين يعيشون في الخارج الأخبار المتواترة من البلاد عن اجتياح الفيروس، لما لا يقل عن 4 سجون في 3 مقاطعات في شرق الصين الشهر الماضي، مصيبا أكثر من 500 سجين وحارس بالعدوى. الصحيفة أشارت إلى أنه في 20 آذار مارس الماضي أرسل أكثر من 20,000 شخص من مقاطعات فقيرة معظمها من الإيغور في جنوب شينجيانغ للعمل في مدن منها هوتان وقشقر وأورنشي عاصمة المنطقة. وكان الهدف وفقا لصحيفة شينجيانغ ديلي الحكومية هو نقل 50,000 شخص بحلول نهاية شهر آذار. أظهر صور التقطها قمر صناعي تراجع تلوث الهواء في المناطق الحضرية في أنحاء أوروبا خلال الإغلاقات المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال موقع الجزيرة نت إن صور القمر الصناعي سنيتنيل 5 أظهرت تراجع متوسط مستويات ثاني أكسيد النيتروجين الضار في مدن من بينها بروكسل وباريس ومدريد وميلانو وفرانكفورت في الفترة ما بين 5 و25 آذار مارس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتظهر الصور الجديدة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية وحللها التحالف الأوروبي للصحة العامة وجود تغير في كثافة ثاني أكسيد النيتروجين الذي يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي أو السرطان. وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة البيئة الأوروبية تجاها مماثلا خلال الفترة من 16 إلى 22 آذار مارس، فقد تراجع متوسط مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في مدريد بنسبة 56% بعدما حظرت الحكومة الإسبانية السفر غير الضروري. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.